لاعبين مطلوب يجددوا، حتى لو ما فيش اي لاعب من دول اثار اي ازمه ولا اثار اي مشكله، لازم يبقى حديث، وتلاقي اي ناقد بيتم استضافته بيتسال عن اللاعبين الكبار هيجددوا او ما جددوش. والله يا فارس ولا بيتسالوا، حتى ما بيتسالش، وهو اللي بياخد الموضوع يتطرق للعيبه في تصدير ازمه للاهلي. في اوقات كتيره جدا ما تسالوش، وشفنا كابتن اسامه خليل ما كانش يتسال وهو اللي اصر على الكلام في الموضوع ده. عشان كده هنشوف فيديو ليه ابعاد مهمه جدا لازم نقف عندها. نطلع للناقد الرياضي الاستاذ حسن خلف الله والاستاذ عمرو الدرديري في ضيافته، تحدثوا عن تجديد لاعبي الاهلي، نشوف قالوا ايه ونرجع نعقب. دلوقتي في كلام احمد فتحي بيعرضوا عليه عرض مش عارف ايه، عشان فايلر حتى الان مش مقتنع من الكبار غير بوليد سليمان. انت شايف المعالجه تكون ازاي لموضوع الكبار في الاهلي؟ هو طبعا يعني لازم نبقى مقتنعين ان النادي الاهلي الاعمار العمريه عنده كبيره، فلازم يبدا يغير، ودي سنه الحياه، فلازم يغير ولازم يجدد فرقته وينزل بالاعمار السنيه. ده يمكن اللي بيفكر فيه فايلر، بيفكر ان ينزل بالاعمار السنيه لفرقته علشان يقدر يضمن ان الفرقه تستمر بنفس القوه بنفس الافكار اللي هو عايز يطبقها. فبالتالي احمد فتحي في عليه العين في الفتره دي، وفي كلام كتير على ان احمد فتحي يعني هو عنده تجديد المفروض، ومحدش كلمه. في اربعه كبار المفروض هيجددوا لهم او خمسه تقريبا، برام ربيعه يعني دول على راسهم احمد فتحي وليد سليمان، شريف اكرامي. حسام عاشور، وينضم ليهم رامي ربيعه ضمن الناس اللي هيتجدد. واعتقد ان في كلام كتير على الخمسه دول، يعني في كلام كتير، يمكن رامي ربيعه بس اللي ممكن يكمل فيهم، اللي يعني في ممكن يستمر، لكن الخمسه في كلام كتير عليهم. وليد سليمان ممكن يستمر الموسم كمان، لكن في كلام كتير ان دول اعمارهم السنيه كبيره. حسام عاشور ابتدى يصير برضو المشاكل عشان بينزل محمود متولي الماتش اللي فات، في كلام كتير ان في مشاكل. ما بيلعبش بقى له فتره طويله حسام عاشور. عاشور بدأ يثير المشاكل. كابتن حسام عاشور القيمة التاريخية اللي عمره ما عمل أي مشكلة خلال تواجده جوه جدران النادي الأهلي. كابتن وليد سليمان من أهم اللاعبين اللي استعرضنا قبل كده فعاليتهم الفنية للنادي. كابتن شريف إكرامي اللي حارس خبرة كبيرة جدا وكان موجود في قائمة كأس العالم. لاعبين كبار، كابتن احمد فتحي اللي لحد دلوقتي الجمهور بيتكلم عن اهميته الفنيه، ولكن عايز اقف عند حاجه مختلفه قوي. الاستاذ حسن خلف الله هو رئيس رابطه النقاد الرياضيين. انا انتظر، ونحن بنخطو خطواتنا الاولى في المجال ده، اني لما اقعد اتفرج على حضرتك اعلاميا اشوف رساله لاي نقد رياضي حضرتك بتؤسس فيها لاسس انا اكون سعيد اني بسمعها. مش اسمع احمد فتحي جاله عرض مش عارف ايه، كمان ممكن لاعبين ما يكملوش، حسام عاشور بيفتعل مشاكل. لا، حضرتك بمنصبك ما ينفعش تدي الرساله دي، انت لازم رسالتك تكون تربويه لاي ناقد رياضي صغير في السن. حضرتك بترسي ليه مبادئ من خلال برنامجك، بتحط له ضوابط من غير ما تنظر عليه، بتقول له لو انت في موقع معاك شاشه هتقول للناس ايه، هتتكلم ازاي في نادي لاعبين لهم قيمتهم التاريخيه مفيش اي مشكله عملوها، لازم انا اكون بحيي اللاعبين وبشكرهم على السلوك ده، مش اكون بفتعل ازمات واثير مشاكل. صدقني حضرتك محتاج تراجع نفسك، عشان احنا لما نقعد نتعلم منك قيمه مفترض ان انت ترسيها، وصدقني لازم تفكر في الموضوع بشكل اخر، لان انت بحكم تواجدك لازم تقدم رساله مختلفه عن اي حد تاني. هو بالفعل بيقدم رساله مختلفه يا فارس، ولكن الرساله بتيجي وقت ما بتذكر انديه اخرى، فدايما متابعين حلقاته نلاقيه يقول لا مش عايزين نتكلم في مشاكل النادي الفلاني، خلينا في ايجابيات النادي الفلاني، خلينا نبعد عن الصراعات داخل النادي الفلاني. اما عند النادي الاهلي يظل صامتا، وكمان يرمي بقى فكره ان تكملت الصوره بالظبط. اتكلم بقى عن فكره مشاكل النادي الاهلي، وكان هي مشاكل النادي الاهلي اذا كانت موجوده اساسا هي المشكله. والحقيقه انا بعذركم لانكم ما تعرفوش معدن لعيبه النادي الاهلي، وخاصه الرباعي او الخماسي كمان اذا قلت ربيعه، اللي هم معجونين بميه النادي الاهلي ولهم طبيعه مختلفه تماما، صعب جدا تقدروا تميزوها. تعالوا نشوف فيديو لوليد سليمان ربما تصلكم الرساله، ونرجع نعقب تاني. هتيجي اثبت للناس كلها وللجهاز الفني ان انا احق يعني بالمكان ده. تمام.
اللي يمكن انت وحسام وشريف واحمد فتحي مع احترام بالالقاب يعني يعني بتضربوا مثل كبير جدا ان المفروض خلاص الشهر هيخلص ومفروض يبقى في تجديد للعقود، لكن ما بنشوفش اي تاثير لموضوع ان تجديد عقدك مع النادي الاهلي. بنشوفك مقاتل في الملعب، بتنزل في اي وقت بيقول لك عليه فايلر، فاعتقد بتضربوا مثل جديد في كيفيه التعامل مع النادي الاهلي في وقت صعب جدا. لا كتوميز الموضوع ده منتهي خالص، يعني ما فيش يعني اللي بيربطني بين كواليس سينمان او اللعيبه الكبار اللي انت ذكرتهم بالنادي مش موضوع بيربطنا بيه حاجه كبيره جدا، ولا وكمان مش موضوع كلمه يعني. احنا طبعا الناس كلها عارفه ان احنا النادي بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا، وزي ما قلت ان اي حد يتمنى يكون موجود في النادي الاهلي موجود في الكيان الكبير، ان كل يوم او كل ساعه بتعدي على علينا احنا كمان يعني بنزود في رصيدنا، بنزود في تاريخنا، بنزود في انجازاتنا، وده اللي بنحاول نقوله للعيبه الصغيره، انك انت محظوظ ان انت في مكان كبير، استغل المكان اللي انت فيه علشان مش هتعمل تاريخ وهتعمل لنفسك كارير غير من المكان ده. عشان كده الموضوع اللي بيننا وبين النادي او العلاقه اللي بيننا وبين النادي اكبر من عقد واكبر من اي حاجه، احنا لازم نكون موجودين لو لاخر لحظه او اخر ساعة زي ما بيقولوا في النادي، لازم هنعمل اللي علينا ان احنا يعني بطولات الكوره احنا مشجعين قبل لعيب الكوره. انت بتشجع الاهلي قبل ما تلعب؟ اه طبعا. يعني احنا محظوظين اننا موجودين في النادي الكبير ده، احنا مشجعين قبل ما ننضم للنادي الاهلي، احنا العلاقه اللي بتربطنا بالنادي الاهلي مش عقد. ده كلام كابتن وليد سليمان، اللي الحقيقه وارد جدا اي لاعب في اي نادي وقت ما يبعد عن الملعب بيغضب غضب طبيعي جدا، لكن الكابتن وليد سليمان كان مدينا درس اساسا في فكره ان هو يتعامل مع غضبه ده، لما قال ان مارتن يول قال انت عندي رقم 3، قال كنت زعلان اه لكن اجتهدت واشتغلت، وجت مباراه الوداد البيضاوي في المغرب تالقت، رجع اعتذر لي مارتن يول. اكيد كان برضه محظوظ وليد سليمان ان المدير الفني اجنبي وقدر يرجع قناعاته تاني ويكتشف ان هو كان مخطئ لما حط وليد سليمان في المكانه دي، لكن ده ابدا عمره ما يؤثر على علاقه اللاعب بناديه، دي امور طبيعيه جدا، ولاعيبه النادي الاهلي بتعرف تشتغل على نفسها كويس قوي وتثبت نفسها من خلال التمرين مش من خلال لا كلام ولا شكاوي. بس للاسف في حاجه واحده قد تبدو صحيحه، وهي لقطة حصرية لكابتن حسام عاشور وهو بيثير مشكلة. نشوف اللقطة دي، كابتن حسام عاشور اللي بتقول انه بيثير مشكلة وهو خارج القائمة بيؤازر النادي الاهلي في الملعب، بيدي رسالة لكل لاعب ناشئ جوه النادي الاهلي، ازاي وانت بره القائمة، ازاي وانت لسه ما جددتش مفترض يكون سلوكك، ودي مش رسالة لأي حد جوه النادي الاهلي بس، دي رسالة لكل حد في منظومة كرة القدم لابد أن تتحلى بجينات حسام عاشور. هم حظهم كان سيء بالفعل ان هم اتكلموا عن رموز كبيرة جدا في النادي الاهلي، عارفين يعني ايه النادي الاهلي. الحقيقة شخص اخر مش عارف يعني ايه النادي الاهلي وهو مدرب كرة الطائرة لنادي الزمالك، قال في موقع في الجول بعد ما فاز ووقف انتصارات النادي الاهلي عند 102 ان دي ارقام مش حقيقية وده تهويل زائد. الحقيقة الرد اتعمل من صفحة صلاة الأهلي، آخر 10 سنين مواجهات الأهلي والزمالك 30 مباراة في الكرة الطائرة، 19 بطولة أهلي، 3 بطولات زمالك، 23 انتصار في المواجهات المباشرة مقابل 7 انتصارات فقط لا غير لنادي الزمالك. ربما البعض مش بيكون عارف قيمة النادي الأهلي، لكن علينا إن احنا نعرفه قيمة النادي الأهلي. كل من يتحدث